لحد قبل الخبر بساعات قليلة عندنا أمال ونتوسم خير أنه يقوم سليم معافى كابتن إيهاب جلال، وبالتأكيد كلنا تلقينا الصدمة. عشت إزاي المرحلة اللي فاتت ديت والنهاردة الخبر؟ لا يعني هو بص، انت بتصحى من النوم كل يوم على السوشيال ميديا، بتفتح موبايلك بتلاقي وفيات كتير جدا، اكيد بتبقى حاسس بتبقى متأثر وزعلان يعني، لكن لما الموضوع بيطول حد قريب منك الصدمة بتبقى كبيرة اكبر شوية يعني، وبتبقى في الحالة اللي انا فيها دلوقتي انه يعني مشتت وحاسس بحزن مختلف شوية، حد بقى اتعاملت معاه وتعاملت معاه عن قرب يعني، فالموضوع اكيد بيبقى يعني مؤلم بشكل كبير يعني. لما حصلت المشكلة وراح المستشفى كابتن إيهاب، انا لما عرفت التفاصيل يعني مش عارف السبب اللي وصله لكده، ومش عايز دايما يبقى في موضه ان احنا كل ما تحصل حاجه تعالوا يا جماعه نعمل موضه ونقعد نعمل كلام فاضي ولازم فتره كده نقعد نترحم بالظبط شويه يعني، في الاخر في اقدار ربنا سبحانه وتعالى بيكتبها. صح. كل الناس بتموت في كل المجالات وفي الحياه، كل واحد صح. فينا بيكافح في مشواره، كل واحد فينا عنده قصه هو بطلها، بيقابل صعوبات جدا كل واحد في مكانه وبيقابل صعوبات مختلفه، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا كلنا اعمار ما هتنتهي لما ربنا يريد يعني، لكن في النهاية ربنا يرحمه يا رب. أمور كانت صعبة، مواقف كانت صعبة، كنت لسه بتكلم مع أحمد حسام ميدو أول امبارح، هو عضو في الجهاز الفني، وميدو من الناس القريبة من كابتن إيهاب، كان لعيب معانا في المقاصة، وأول ما بطل الشغل يعني مع كابتن إيهاب بسأله، كان رايح المستشفى فبسأله حالته إيه، قال لي إحنا واقفين في الشارع زي ما إحنا، ما فيش حاجة بتحصل. قلت له طب يعني ما فيش إمكانية إنه يسافر بره مصر إنه يتلقى علاج بشكل مختلف؟ الأطباء قالوا إنه يعني خطر جدا إن هو يتحرك يعني، كمان هم بيدوا له مسكنات وحقن علشان ينيموه، لانه لو صحي فيه هيبقى فيه الم وفيه خطوره يعني، فكان يعني كان كلام الاطباء انه الحاله ما بتتحسنش وده مستقر لكن ما بتتحسنش، فده مقلق يعني. الاجهزه والادويه وما بتتحسنش، فده كان مقلق بشكل كبير جدا يعني. الخبر بقى تلقيته النهارده ازاي؟ مش قادر يعني، انا شفت الخبر على السوشيال ميديا، بص انا كنت متخوف من القصه لكن كنت بقول ان شاء الله يتعافى منها ومش هيمرن تاني، لكن فكره انه يعني نبقى كده خلاص العمر انتهى، دي بالنسبه لي كانت مش عارف مش يعني مش متخ... مش عايز اصدقها ومش عارف اصدقها ومش عايز اروح لها يعني، مهما كانت الصعوبات انا عارف انه هيقوم يعني، عارف ان انا هقابله يعني تاني واقول له الف سلامه وعادي يعني. فلما تجيلك الخبر ده انت مش قادر تصدقه يعني، مش انا بس، كل مصر كده، اللي يعرفه واللي ما يعرفوش، فاللي اتعامل عن قرب قوي هيبقى موجوع بشكل كبير يعني. كان راجل مهذب جدا وطيب ومحترم واب وجدع ويعني مختلف بشكل كبير يعني، حتى في اختلافه مع الناس عمره ما كان بيغلط يعني، كل الناس عارفه الكلام اللي انا بقوله ده، كل الناس عارفه، اكيد انت شفت في كل الناس بتكتب عنه ازاي او بتتكلم عنه ازاي، هو مختلف تماما، فالخبر لحد دلوقتي لسه ما تلقيتوش قوي.